طبعا من التقرير حطينا خارطة الطريق أولية لكيف نحقق هذا الامباكت على الجي دي بي، هي منألفة من ثلاث عناصر أساسية. العناصر التأسيسية مثل التالنت والإنوفيشن والاستثمارات، العناصر المتعلقة بالتكنولوجيا والإنفراستركتشر مثل الفونديشنال مودلز علام وغيرها والكمبيوتيشنال باور، وأخيرا هي الابليكيشنز أو التطبيقات اللي بتكون على شكل فيرتيكال اللي هي متخصصة بإندستريز معينة أو على horizontal applications مثل chat bots وغيرها. برأيك كيف يعني اليوم كل توظيف هذه التكنولوجيا والتقنيات كيف قد يؤثر ذلك على مسألة الوظائف؟ كان لي الحديث مع العديد من الأشخاص أنه دائما يثار هذا الموضوع، هل سيؤدي ذلك، هل سنستبدل الأشخاص والوظائف بالذكاء الاصطناعي؟ كان لكم بعض الأرقام في هذا التقرير. صحيح، طبعا عملنا دراسة مفصلة مع سدايا على هذا الموضوع، وحسب التقرير في عنا تقريبا امباكت بين 350 ألف ل 65 ألف وظيفة ممكن يخسرها السوق، بين الماينس 350 ماينس 350 ألف لل 50 ألف وظيفة ممكن نخسرها بالسوق من خلال الأوغمنتيشن والريبليسمنت. ولكن هذا الشيء ميلة واحدة من القصة، لأنه طبعا الاقتصاد السعودي رح ينمى بشكل كتير كبير لسنة 2030، ولازم يزيد تقريبا 1,200,000 وظيفة ليحقق هذا النمو. فهذا الشيء الريبليسمنت رح يصير من خلال الذكاء الاصطناعي شيء كتير إيجابي بهذا الحالة. كل تطبيقات الذكاء الاصطناعي هذه بالتأكيد تحتاج إلى مثل ما قلنا بنية تحتية وإنفراستركتشر ومراكز للبيانات، واللي تحتاج بطبيعة الحال الرقاقات الإلكترونية الفائقة مثل H100 من أنفيديا. كيف سيتم تأمين مثل هذه في ظل الشح اللي موجود وفي ظل الريستريكشنز الأمريكية؟ كيف سيتم مثل هذه الرقاقات، وكم هو المبلغ الذي نحتاجه لتأمين مثل هذه البنية التحتية؟ طبعا صار في شراكة مع انفيديا وعدة شركات غيرها بتأمن هذه الجي بي يوز، وتم الإعلان عدة مرات عن هذه الشراكة والشراء. فبالتقرير حكينا عن تقريبا 3000 جي بي يو ممكن تشتريهم سدايا بقيمة 120 مليون دولار، بارح سمعنا عن 5000 جي بي يو كمان ممكن يشتروا بالسعودية، وطبعا في غير let's say جي بي يوز ممكن أقل performance ولكن ممكن يستخدموا كمان بالذكاء الاصطناعي اللي ممكن ينشره بدون أي restriction من الحكومة الأمريكية. ممكن يكون بدائل محلية؟ مثلا الأمس التقيت بالكثير من مثلا عندنا سام بانوفا، البارحة كان عنده مع أرامكو اتفاقية، هناك بعض المحاولات لتطوير هذه الرقائق محليا، هل هذا ممكن مع الأخذ بعين الاعتبار صعوبة هذه التكنولوجيا وصعوبة توافر الأيدي العاملة اللي ممكن تعمل على هذه التكنولوجيا؟ طبعا ممكن، ولكن مش بالوقت القصير. هيدا الشيء بيتطلب استثمارات كتير كبيرة على وقت طويل، وطبعا في تكنولوجيا معينة يعني both بالproducers بTSMC وغيرها وعند انفيديا والشركات اللي غيرها اللي هي مش متوفرة لكل العالم، متعلقة بIP كمان بده كتير وقت ليتطور.